جواب من الملك حمورابي ملك أوجاريت بيتلاقى في أنقاض المدينة، وكان بعته بيستغيث بملك أبرس من هجمات وحشية من قبائل محدش عارف هي جت منين. بس الحقيقة الجواب مش بيتبعت لأنه مش بيلحق يبعته، والمدينة بيتم تدميرها بالكامل. مفيش أي حد سجل أي حاجة عن هذه الهجمات أو عن هذه القبائل الغريبة إلا المصريين. الملك رمسيس الثالث بتوصله أخبار عن الدمار الشامل اللي حل على بلاد المنطقة من عدو مجهول، وإن مصر هي القادمة. لكن الملك رمسيس الثالث بيقرر إن هو اللي يبادر بالهجوم وبيقابل العدو الغريب قرب سواحل الدلتا، وبيقدر يمنعهم من دخول مصر. المصري القديم بيوصفهم بأهل البحر لأنهم بالنسبة له كانوا مجهولين الهوية. صحيح أهل البحر بيفشلوا في إنهم يدخلوا مصر، لكن مصر والعالم القديم كله بيدخلوا في عصور من الظلام والفوضى من بعد هجمات أهل البحر، وبتنتهي الدولة الحديثة في مصر وبتعم الفوضى العالم القديم كله.